الحلقة الثالثة من سلسلة الجسم المثالي. موضوعنا اليوم المهم جدا للسيدات، رح نحكي عن الخفسة أو العضلة النائمة، مشكلة كثير من السيدات اللي بيعانوا منها. رح نعرف بهالحلقة شو أسبابها، ليش بتصير عندكم، وبنفس الوقت شو الحل لها. فخليكم معي لآخر الفيديو. لايك لهالفيديو يا جماعة، واللي مش مشترك في القناة يشترك. موضوع اليوم المهم جدا عند السيدات زي ما حكينا، موضوع العضلة النائمة. كثير من السيدات بيعانوا زي ما انتم شايفين، اللي هو الانحناء او عمق او حفرة في منطقة ما بعد الخصر عند بداية المؤخرة من الاجناب. بتكون منظرها مزعج جدا، سواء في اللبس سواء المنظر بشكل عام، بكون مزعج جدا للسيدات. ولكن اليوم ان شاء الله رح نعطيكم الحل النهائي لإلها، ولكن تركزوا معاي بكل هاي التفاصيل. ليش بصير الخفسة عندكم يا 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 شباب يا بنات؟ الحمد لله احنا ما عندنا ما بنعاني. ليش عندكم هاي الخفسة يا بنات؟ بتصير لك اكثر من سبب. من الاسباب هاي ضعف في منطقة المؤخرة، وهاي منطقة الكور بشكل عام بيكون فيها ضعف، بتؤدي ذلك لضمور في هاي المنطقة، وبالتالي بيصير هذا التكون السيء لكم. السمنة بسرعة والنحف بسرعة كمان بيسبب مشكلة، لأنه كثير ناس لما بتزيد وزنها بسرعة وبتنحف كمان بسرعة من دون رياضة، دايت سيء، بيصير عندها ضعف في العضلات وتآكل في العضلات نتيجة الدايت السيء بدون رياضة وكل هاي الأمور، وبالتالي كمان بيصير في ضمور وبيصير في تشوه في هاي المنطقة. أو إذا كنت بتلعب رياضة بس بطريقة مبالغ فيها، يعني زيادة عن اللزوم بشكل يومي بتلعب إلى هاي المنطقة، كمان بصير عندها ضمور نتيجة يعني الضغط الكبير اللي عليها، بصير في عملية هلاك لهاي المنطقة، وبالتالي بصير كمان ضعف وبأدي ظهور العضلة الناعمة. نعرف يا جماعة، وحكيتها أنا في الحلقة الماضية عن المؤخرة، لما حكينا عن عضلة المؤخرة، إنه هاي منطقة الكور أو المؤخرة هي عضلات، تمام؟ قبل ما نفكر في جماليتها للسيدات وتناسقها مع الجسم، لازم نفكر في أهميتها أصلا بشكل سريع لحركتنا بشكل عام، حركتنا، دوراننا، طلوعنا للدرج، كل هاي الأمور بيتحكم فيها عضلات المؤخرة. فضروري جدا يا جماعة عضلات المؤخرة عندكم سواء بنات أو شباب تكون قوية جدا، لأنه إلها فوائد كثيرة. بخصوص موضوع العضلة النائمة يا صبايا، تمام، ظهورها عندكم معناته في عندكم مشكلة، سواء ضعف تمام فيها، أو إنكم زي ما حكينا عم تلعبوا تمارين كثير لإلها بشكل مبالغ فيه، بيؤدي كمان لهاي المشكلة. شو الحل يا عمار؟ الحل بطريقتين. أول شيء رح أعطيكم تمارين رح تشوفوها بآخر الفيديو، تلعبوا لي إياها فقط مرتين في الأسبوع، تمام؟ رقم اثنين، تمارين المؤخرة ما تهملوها، لأنه هي جاي تكامل، تمام؟ كثير من الصبايا أو السيدات اللي عندها عضلة مؤخرة متناسقة، عضلها كويس، تمام، ما بصير عندها منطقة العضلة النائمة. وجود العضلة النائمة معناته انت عندك ضعف في هاي المنطقة، ما عم تلعبيها تمارين كويسة، او ما عم تلعبي لها اصلا تمارين، تمام، او عم تلعبي تمارين بالشكل غلط، او مش مستهدف المنطقة مزبوط. فضروري انه بجانب تمارين الخفسة تلعبي كمان تمارين الجلوتس، عضلة المؤخرة، وتحاولي انها تعملها عملية التدوير الكامل، لانه مجرد ما عم يصير عملية تدوير المؤخرة عندك، الخفسة تلقائيا عم بتعبي، تمام، عضلتها عم بتعبي، وبالتالي انت عم تحصل على شكل متناسق، ما في هاي الحفر المزعجة لكم، تمام. فأول شيء التمارين اللي حتشوفوها بآخر فيديو بتلعبوها مرتين بالأسبوع، بلس تمارين الجلوتس، يعني انت عندك يومين في الأسبوع للجزء السفلي بتلعب فيه كل المناطق، الجزء الأمامي الفخذ ضروري تلعبي، الجزء الخلفي من الفخذ ضروري تلعبي، الهامسترينج والكوادريسبس. المؤخرة مهمة جدا 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 لإلك، مش بس جماليا، كمان أهميتها وفوائدها اللي حكينا عنها في حلقة ماضية. بتلعبي كمان تمارين للجلوتس وتمارين العضلة النائمة، وبالتالي انت مرتين بالاسبوع عم تمرني الجزء الكلي كامل. بيصير ثلاث مرات في الاسبوع بيصير، تمام، بس اذا عم تلعبي تمارين بكثافة جدا عالية، لا، خليها مرتين بالاسبوع كفاية. عم تلعبي بكثافة متوسطة لأقرب للضعيفة، العبي ثلاث مرات في الاسبوع، ما في مشكلة. تلعب التمارين اللي حكيناها حتشوفيهم هلا، بالاضافه لتمارين الجلوتس الموجوده في حلقه الحلقه الثانيه، بتقدروا تروحوا تشوفوها.
بالإضافة للتغذية الجيدة، يعني بتاخذي حاجتك من البروتين، حاجتك من الكربوهيدرات، وحاجتك من الدهون الصحية. ليش مهم؟ لأنه تمارين لحالها ما راح تفيد، تمام؟ التمرين بدها بنزين، العضلة آسف بدها بنزين، تمام؟ جسمك محتاج بنزين، بنزين الجسم شو؟ هو الأكل. إذا لعبت تمارين زي ما بيعملوا في غباء كثير من البنات، أنا آسف، اللي بيلعبوا بروحه على الجيم، بعد ما يخلصوا بروحه على البيت ما بياكلوا، إنه عشان ينحفوا. وهي كارثة، اللي بحكي لكم ما تاكل بعد التمرين كارثة، أنت ما عم تستفيد من تمرينك، بالعكس أنت عم تهدم جسمك أو عم تهدم جسمك، والتمرين هذا كان ضرر اكثر ما كان منفعه لكم. بعد التمرين جسمكم محتاج تغذيه، محتاج بنزين حتى يرمم حاله. الالياف اللي تكسرت واللي تمزقت اثناء التمرين ترجع ترمم حالها بطريقه صح، وتعطيكم الشكل العضلي المناسب سواء للشباب او للبنات. فالتغذيه ضروريه لكم بلا استثناء، شباب او بنات، لكل عضلات الجسم. وتحديدا بهاي الحلقه الخفسه، انت لما بتلعبي تمرينك بدك تعرفي انك لازم تاخذي كفايتك من البروتين اليومي، من الكارب، من الدهون الصحيه والفيتامينات والمعادن، وهي كله بتقدر تاخذيه عن طريق الاكل. وكيف ارتب برنامج الغذائي، فوتي على قناتي على اليوتيوب، في مليون برنامج غذائي بتقدر تستفيدي من عنده. هلا راح نروح نشوف التمارين، واشوفكم ان شاء الله بحلقه جديده في موضوع جديد، ويا رب تستفيدوا من هاي الحلقه. السلام عليكم. نعمل عملية ترجيع للقدم بالطريقة التالية. المهم واحد اثنين بتنزلي، بتشد المنطقة، واحد اثنين بتنزلي.